بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مشروع كتاب المؤلفة الأستاذة وفاء، وهي أستاذة في التعليم العام لمدة 25 سنة. الكتاب يهدف إلى جمع معلومات للمتخرجين من مدارس مكة أو مدرسة الخالدية في مكة المكرمة أو الملتحقين بالمدرسة الابتدائية في مكة المكرمة، يعني سنة أولى ابتدائية تكون 46 و52 و58 و64 و70، 1900 طبعا. نتمنى أن يكون جمع المعلومات 10 من كل عام في 55 شخصية تخرجت أو دخلت الابتدائي وتخرجت من الابتدائي. فقصة 6 سنوات هي مادة الكتاب. نأخذ قصة موجزة من 10 أشخاص، رواية عنهم من ناحية مثل سيرة ذاتية، أسئلة هناك بسيطة جدا، ممكن تكون نموذج فورم يتعبى. طبعا احتمال يعني الفورم اللي يتعبى يكون أكثر من 50، يعني 200 إلى 500، ثم نختار 50 فقط في الكتاب. ممكن البقية يكونوا في حاشية الكتاب. الكتاب سيصدر بإذن الله عن طريق الناشر في مصر، شركة مكة سمارت شمس للتدريب، ونتمنى أنه يصدر في خلال 3 أشهر، يعني في بداية العام القادم. هذا تعريف بمشروع الكتاب، ونحن نبحث عن ناس من درسوا في الابتدائي في مكة المكرمة أو التحقوا بأولى ابتدائي في هذه السنين، لنأخذ منهم سيرتهم الذاتية. طبعا حنستخدم الواتساب وهناك مستهدفين، يعني لن يكون إعلان عام مثلا في الفيسبوك أو كذا. سنستخدم التويتر، ونسأل الله التوفيق للأستاذة وفاء.